السلام عليكم طلابنا الأعزاء، طلاب السادس الإعدادي. أرحب بكم وأقدم لكم اليوم درس جديد من دروس المراجعة السريعة اللي إحنا حالياً باليونت 1. المراجعة السريعة اليوم طلاب درس من دروس اليونت 1 اسمه phrasal verbs، الأفعال المركبة. phrasal verbs، الأفعال المركبة. طلاب، بالبداية أعرفكم شنو الفعل المركب. الفعل المركب هو فعل رئيسي، مثلاً take وركبنا عليه حرف جر، مثلاً up، هذا فعل رئيسي. هذا الفعل ما يصير نقول عليه فعل مركب. شو وقت نطلق على الاسم، شو وقت نطلق هاي التسمية الفعل المركب؟ لما نركب حرف جر على الفعل الرئيسي. الفعل الرئيسي بدون حرف جر ما يصير نسميه فعل مركب، فعل رئيسي، لكن من نركب حرف جر على الفعل الرئيسي سمي بالفعل المركب. عرفنا تسمية الفعل المركب منين جاية طلاب؟ جاية من تركيب حرف جر على الفعل الرئيسي. شنو حروف الجر؟ حروف الجر up، نفس هذا out، down، around، about، in، on، out. طلع هاي كلها حروف جر، up، out، down، around، about، in، on، out، away. اي حرف جر من ذن يجيني بعد الفعل الرئيسي نستخرج منه، نستنتج منه هذا الفعل المركب. يعني أي حرف جر من ذني حروف الجر يجي بعد الفعل الرئيسي يسمى بالفعل المركب. أول مرة عرفتكم بالفعل المركب طلاب، بشكل سريع راح أعيده لكم. الفعل المركب، تسمية الفعل المركب جاية من تركيب حرف جر على الفعل الرئيسي. الملاحظة الأولى طلاب، الملاحظة الأولى تقول إذا وجدنا بعد الفعل المركب، أو إذا وجدنا في الجملة بشكل عام، إذا وجدنا في الجملة ضمير مفعول به، ضمير مفعول به، هاي الحالة الأولى، الملاحظة الأولى، إذا وجدنا في الجملة ضمير مفعول به، مثل him أو her أو me أو you أو them أو it. الملاحظة شو تقول؟ تقول إذا وجدنا في الفعل، إذا وجدنا في الجملة ضمير مفعول به، مثل him أو her أو me أو you أو them أو it، فنضع هذا الضمير بين الفعل الرئيسي وحرف الجر. أنا مو عندي هذا فعل رئيسي وهذا حرف جر. لو افترضنا أجتني جملة كاملة بها هذا الفعل المركب اللي هو take up، ولقينا ضمير مفعول به أي واحد من ذني، نضع هذا الضمير اللي هو أي واحد من ذني في الوسط، يعني بين الفعل الرئيسي وحرف الجر. يعني لو لقينا مثلا it راح يصير take it up. هاي الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، في حالة وجود اسم وليس ضمير مفعول به، لقينا فعل مركب بس ماكو بالجملة ضمير مفعول به، اكو اسم. الاسم طلاب يعني غير ذن الضمائر المفعول به. اذا هو مو ضمير مفعول به معناته اسم، مثلا the music، the television وغيره. شو نسوي اذا لقينا اسم؟ يقول اذا لقينا اسم من الممكن ان نضع هذا الاسم في الوسط بين الفعل الرئيسي وحرف الجر، ومن الممكن ايضا ان نضع هذا الاسم بعد حرف الجر في النهاية، يعني الى حالتين. راح ناخذ اكزامبل، انتهى الموضوع، راح ناخذ اكزامبل نمبر 1. كان يو تيرن داون ذا ميوزك. طلاب يقول تشوفون هاي الكلمه اوردر، اوردر معناها رتب. اما اقول لكم put in order يعني ضع في ترتيب او correct صحح، بس اكثر شيء تقول هاي الكلمه موجوده،
كلمة order. طلاب بشكل عام توضيح حول هذه الكلمة كلمة order. وين ما تشوفون كلمة order معناها رتب، معناتها انه الجواب كل شيء جاهز موجود بالجملة بس الرتب. هاي example number one أنا راح أحله بالأحمر، قلم الأحمر. example number two يقول I've already بين خطين مائلين turn on it، بين خطين مائلين turned on اللي هو الفعل المركب. هم يقول لي put in order أو correct. طلع عين لما شفنا order رتب معناته الجواب جاهز. شلون أعرف إنه هذا الفعل المركب الموضوع؟ لأنه هذا turn فعل رئيسي وهذا حرف جر، هذا الفعل المركب. إذن هذا موضوع الفعل المركب. المن باوعد باوعيت لقيت اسم مو ضمير، هذا ميوزك اسم، فهذا يحتمل احتمالين. أما نشيل من حقنا نشيل الاسم ذا ميوزك نخليه بالوسط، ومن حقنا كذلك نبقي مكانه بعد حرف الجر الحالتين. بس الحال طلاب بالامتحان الوزاري بس الجواب تكتبونه، بس الحل ماكو داعي اقول كان يو اعيد الجمله كامله، يعني بس اقول تيرن راح اخلي هذا الاسم بالوسط، تيرن ذا ميوزك داون هذا الميوزك جبته خليته بين الفعل الرئيسي وحرف الجر، هذا الفعل الرئيسي وحرف الجر خليت هذا الميوزك الاسم بيناتهم. او اقدر الى حل اخر ما دام هو اسم مو ضمير مفعول به ابقي مكانه بس اشيل الخطوط المائله ذني هذا وهذا، اقول تيرن داون للميوزك. اجل الجمله نمبر 2 لقينا تيرن اون هذا فعل مركب بس هذا ضمير مفعول به، هذا ما يصير نخليه بالاحتماليه، لا يجب ان يوضع في الوسط، يعني راح يكون الحل تيرن اون. طلابنا الأعزاء على ما يخص phrasal verbs الأفعال المركبة. See you.